بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الغزال انظروا، ولدته أمه للتو، عمره لحظات. جاء هذا الفهد ليلتهمه، ولكن ما الذي حدث؟ حدثت مفاجأة أيها الأحبة، أنه أخذ دور الأم. بدأ بالجلوس بقربه، بدأ بشمه، وبعد قليل سيرعى هذا الطفل الصغير الذي عمره أقل من دقيقة. سبحان الله. انظروا، أنا اليوم أيها الأحبة من خلال هذا المقطع الحقيقة لفت انتباهي، أحببت أن أتأمل الرحمة عند الحيوانات. انظروا كيف أنه يداعبه، ثم يمسك به، ثم يأخذه بعد قليل إلى مكان آمن ويبقى مراقبا له. انظروا هذا الفك المفترس حقيقة بالنسبة لهذا الغزال الصغير الطري، هو لقمة سائغة في فم هذا المخلوق المفترس. ولكن انظروا الرحمة، لا يؤذيه، لا يصيبه بأي أذى. انظروا يحمله هكذا بأسنانه مثل الأم الرؤوم، ثم يأخذه إلى مكان آمن. هو الآن يفكر ماذا يعمل، ماذا يفعل. الرحمة التي وضعها الله في قلب هذا الكائن المتوحش المفترس، بدأ ينظر إلى هذا المخلوق وكأنه ابنا له، ينظر يراعي ضعفه. سبحان الله. يعني والله أيها الأحبة، أنا أمام هذا المقطع أرى بأن هذا الكائن المتوحش أرحم من كثير من البشر الذين يظلمون البشر ولديهم قلوب قاسية والعياذ بالله. انظروا كيف يجلس بقربه، ينتظره حتى يكبر يوما بعد يوم ويلعب معه. وانظروا شيء آخر، أن هذا الغزال الصغير لا يهرب منه. يعني هذا ما فاجأ العلماء، أن هذا الصغير انظروا كبر وأصبح يعني متمكنا من الحركة والهروب، ويستطيع أن يهرب، ولكنه الآن يلعب مع هذا الفهد. سبحان الله. فلذلك أيها الأحبة، لو تأملنا هذا المشهد فقط، كيف أن هذا الكائن المتوحش يلعب مع هذا الظبي، هذا الغزال الذي هو مخلوق صغير، كائن صغير، عمره ربما هنا أيام، بالإضافة إلى أن هذا الكائن لديه غريزة الهروب. انظروا لا يخاف، يمشي بجانبه ويطلب منه الحماية. والكائن المفترس الفهد أيضا لديه غريزة الافتراس، تعطلت غريزتين هنا، غريزتان تعطلتا. غريزة الافتراس لدى هذا المفترس، هذا الوحش، وتعطلت أيضا غريزة الهروب لدى هذا الغزال الصغير البريء حقيقة. والله أيها الأحبة، مثل هذا المشهد، انظروا كيف يداعبه، وربما هناك لغة. على فكرة أيها الأحبة، أنا لا أستبعد أن يكون هناك لغة بين هذه الكائنات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول، وهذه الآية تحضرني الآن: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أيضا الله وضع الرحمة في قلوب هؤلاء، هذه المخلوقات. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هذه الكائنات أيها الأحبة خلقت أيضا لترحم بعضها. صحيح أن هذا النمر أو هذا الفهد بحاجة لمن؟ بحاجة لطعام، بحاجة لغذاء، ولكنه في هذه اللقطة، التي حقيقة اللقطة من روائع اللقطات في الطبيعة، تصور لنا الرحمة، المودة بين هذه الكائنات المتناقضة. حتى في الليل انظروا هنا يلاعبه في الليل،
الآن في الظلام انظروا كيف يلعب معه، مع العلم أن هذا الغزال الصغير قادر على الهروب، قادر أن يغافل هذا الفهد ثم يهرب، ولكنه تعود عليه وكأنه أم له سبحان الله. هذه الرحمة أيها الأحبة نحن البشر بحاجة لها اليوم، نحن بحاجة أن نرحم بعضنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لا يرحم لا يرحم. انظروا الآن ولد، الآن خرج من رحم أمه، انظروا جاء هذا الفهد المفترس، الأم هربت لتنجو بحياتها، ولكن الله موجود سبحانه وتعالى، سخر له هذا الفهد ليرعاه في حالة غياب أمه. نحتاج أن نرحم بعضنا، من لا يرحم لا يرحم. لذلك لو تأملنا القرآن، أول آية في القرآن بما بدأت بسم الله الرحمن الرحيم، اسمين من أعظم الأسماء لله، أسماء الله الحسنى 99، بدأ باسمين الله الرحمن الرحيم، صفتين لله، فهو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. هذا الإله العظيم أيها الأحبة أراد أن يضع لنا مشاهد في الطبيعة نتعلم منها، أراد لنا أن نأخذ العبرة من هذه الكائنات. يقول انظر هذا وحش مفترس وجائع وبين يديه الفريسة وهو لا يقترب منها بل يداعبها ويحميها من المفترسين هو يحميها على فكرة. طيب كيف بك أيها الإنسان؟ ألا تحمي أخاك الإنسان؟ ألا تعطف على أخيك الإنسان؟ ألا ترحم البشر من حولك؟ هذه رسالة أيها الأحبة، هذا المقطع رسالة لنا، كل واحد يتعلم منه أن يرحم على الأقل أبنائه، إخوته، أبويه، زوجته، أن يرحم من حوله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله عز وجل وضع جزءا واحدا من 100 جزء من رحمته في الكون، ليس في الأرض، في الكون كله جزء واحد. الله سبحانه وتعالى كما أكد النبي عليه الصلاة والسلام أن 99% من رحمته أخرها ليرحم الخلائق بها يوم القيامة. وكل هذه الرحمة التي تتراحم بها الكائنات والبشر، وربما هناك عوالم أخرى أيضا غير الأرض يتراحمون، كل هذه الرحمة هي 1% فقط من رحمة الله سبحانه وتعالى، و99% أخرها لك أيها المخطئ، أيها الغافل عن الله، أيها المسرف، أيها الظالم لنفسك. أخر 99% من رحمته ليرحم بها الخلائق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك أيها الأحبة لا تيأس، يمكن أن أتعلم أنا معكم أيضا من هذا المشهد عدم اليأس. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ما معنى أسرفوا أيها الأحبة؟ زنى وسرق وفعل كل ما تتصوره. وأسرف، الإسراف هو المبالغة في الذنب والمعصية والفاحشة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إياك أن يصيبك قليل من اليأس وهو القنوط بالطاء. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب التي تتخيلها، كل شيء تتصوره الله يغفره خلال ثانية واحدة، ولكن بشرط أن تتوجه إلى هذا الخالق العظيم بإخلاص، أن ترجو رحمته، أن تخشى عذابه، أن تقول يا رب اغفر لي وارحمني. لذلك من الأدعية العظيمة التي تجمع لك خيري الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني
وارزقني. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم الرحمة والعلم والإيمان والصبر، وأن نفوز جميعا برحمة الله يوم لقاء الله عز وجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.